تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير شرعي للمخدرات بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية من نوع إكستازي. التحريات التي بشرتها الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا مكنت من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 28 سنة، إلى جانب ضبط 703 أقراص من المؤثرات العقلية من نوع إكستازي، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يعد من عائدات الترويج يقدر ب 38 مليون سنتيم، هاتفين نقالين، مركبة سياحية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في ملفهم عن قضية حيازة نقل تخزين ترويج والمتاجرة في المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.